حكومتكم مع وزارة التخطيط؟ نعم، علاقة جيدة، علاقة مبنية على التفاهم الخاص بإجراءات والنسب حقيقية. هم لغاية خلي الآن النسب همين ما طول جنابك. نعم. موجود، خلي عرضونا شباب بهاي الوثيقة. اي تفضل دكتور احمد اكمل. علاقتنا مع وزارة التخطيط هو ينتهي بتحديد نسب خط الفقر. الآن وزارة التخطيط تقول لي قضاء سين نسبة الفقر به هلقد، وإجراءات الخاصة بالشمول بالحماية الاجتماعية يجب أن تكون هلقد، فبالتالي إحنا راح نعتمد على هذه النسب في عملية توزيع كافة المبالغ الخاصة بإعانة الحماية الاجتماعية وأيضا قياس الفقر. طيب هاي الصورة أمامنا دكتور. نعم. آخر تحديث 2021. نعم. هاي لدور الحضانة عدد الدور آخر تحديث. أكو قضية هاي بها أوجهها مول جنابك لوزارة التخطيط. نعم. وللسيد وزير التخطيط بما أنه كنت أنت وزير تربية. الرعاية الاجتماعية عدد المستفيدون الموجودون، هذا مو خطأ لغوي، هذا ما أعرف أنه كاتبه، هذا مضاف ومضاف إليه، يعني ما أفهم منو اللي وضع هاي، منو اللي تم تخويله؟ وزارة كاملة ما بيهم واحد يعرف لغة عربية وينشر في كتاب رسمي والنوب مصر الرعاية عدد المستفيدون الموجودون، عدد المستفيدون، والله حتى ما أعرف شلون دا أقول هنا مبينة غلط، عدد المستفيدون الداخلون، عدد المستفيدون المغادرون، الرعاية الاجتماعية، عدد العاملون، وآخر تحديث يوم سنة 2021. ها شلون افسرها دكتور احمد يمك الجواب غير الخطأ يعني اللغوي؟ هو بغض النظر عن الخطأ اللغوي ما اعرف، يعني هو الجدول هذا رسمي او هو من رسمي هو هذا من نعم موقع وزارة التخطيط. نعم هو مؤشرات الرعاية الاجتماعية. شوف عزيزي، هذا هم يشيرون رعاية اجتماعية، ليس فقط الرعاية الاجتماعية هي الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية. الملف في الحماية الاجتماعية ورعاية اجتماعية بصورة عامة، أمن غذائي، مستوى طلابي، هذه كلها يسمى ملفات الرعاية الاجتماعية. احنا الآن التوسع بالشمول بالحماية الاجتماعية، هذا السؤال، انه التوسع بالشمول بالحماية الاجتماعية يتم التوسع وفق معايير خط الفقر ونسب الفقر الجديد. معايير خط الفقر انا عندي ممكن اسر بهاي السنتين بعد ما طلعوا من كورونا ب 2021 خليها اخر تحديث. شوف هذه قضيه. نعم. القضيه الاخرى انه هسه احنا التعداد غسلنا ايدنا من بس. نعم. انا ما عندي قاعده بيانات تقول لي عدد العراقيين ايش قد، وانت ما تحدث وزارة التخطيط الوزارة التي يجب ان لا تخطئ طبعا، لان خطأ واحد معناه انه كل عمليات انهيار الخطة كلها، كل عمليات توزيع الثروات، كل عمليات الاجراءات الخاصة باي وزارة، نحن ايضا قانون يلزمنا توزع النسب الشمول على النسب السكانية وخط الفقر، فكنا نعتمد على البيانات العراقية بخط الفقر. الآن هم لغاية الآن نعتمد على البيانات 2018 الخاصة بالتعداد السكاني وخاصة بخط الفقر. الآن خلال آخر 2018 هم ما عندهم تعداد جديد أنه خاص بالحماية الاجتماعية، مو بالحماية، أنه بكل كل عمليات التحديث الخاصة بمقاييس خط الفقر هي لعام 2018. غير يعني هم يحتاجون يعني عمليه تصير بدوله بها وزاره وموظفين ورواتب ووزاره سياديه وانا انطيها اموال، انا ما اريدك تتحدث عنهم ولا اريد احرجك، بس انا احكي من ناحيه العمل الاداري، هل نعم هذا يصير في باقي بلدان العالم؟ هو يحتاج عمليات تحديث البيانات، الان هم عندهم المسح الاجتماعي الاقتصادي جاي يباشرون به. نعم. يحتاجون فقط اموال خاصه بهذه المناهج، وان شاء الله تعالى حسب اخر بياناتهم هم بحدود نهايه السنه راح يعطون بيانات جديده خاصه بخط الفقر والقياس به. انتوا شلون بدكم تشتغلون بدون مؤشرات مركزيه؟ ما رد يعني نقول كما يعني قال بعض المراقبين، بعض اللي ينظرون الى الوزاره، يجوز ناس انتم تسموهم اعلام اصفر، بس سؤال بديهي، انتم شلون تشتغلون؟ اكو ناس تقول اشبر وقص، انتم بدون قاعدات بدون قاعده. شوف راح اتكلم لك بكل صراحه، كل العمليات الشمول الان حثت بشبكه الحمايه الاجتماعيه وخاصه مع الحكومه الجديده كانت وفق النسب السكانيه وخط الفقر، وحتى ان كانت هي النسب السكانيه قديمه وانما كانت تقريبيه. فلذلك انا مسؤول على هذا الكلام، كل عمليات الشمول حثت كل قضاء ايش قد به نسب السكانيه مالته، وايش قد نسب المشمولين بالحمايه الاجتماعيه، وايش قد نسب الذين تم بحثهم، وكل قضاء به نسب الفقر به، وتم توزيع الحصص كامله على الاجراءات الخاصه بالحمايه الاجتماعيه.